بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة فيديو جديد، وهنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو كيفية كتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي. عندنا أداة النهاردة هنتكلم عنها من بتشتغل أو بتعمل بالذكاء الاصطناعي، هنتعلم منها كتابة مقالات، ومش هنستخدم أداة واحدة، لا هنستخدم أداتين. هنستخدم أداتين في كتابة مقالات بالذكاء الاصطناعي، بأن إحنا هنولد النص عن طريق الأداة الأولانية، وبعد كده هنخلي النص دوت موافق لمحركات البحث عشان نتصدر نتائج البحث عن طريق الأداة التانية. الأداتين مع بعض كنوز، ويعني تابع شرح الآخر عشان هتستفاد جدا، ويلا بينا على الشرح. بس قبل ما ندخل على الشرح، ما تنساش اشترك في القناة وفعل زر الجرس ويدوس لايك لو عجبك الفيديو، هيعجبك بإذن الله، وعشان يوصل لأكبر عدد ممكن ويستفادوا. ويلا بينا على الشرح عشان ما نطولش عليكم، يلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية في قناة اتعلم تقنية. النهاردة هنتكلم بقى عن حاجة جميلة جدا جدا، واداة رائعة لكتابة المقالات بالذكاء الاصطناعي. والاداة ديت هتفيدكم كتير جدا في كتابة مقالات جيدة وقوية. عندنا النهاردة هنستخدم كذا اداة كمان، يعني انا هكتب باداة للذكاء الاصطناعي لتوليد النص واستخراج الكلمات لكتابة يعني مقال كامل، وبعد كده هناخد الكلام دوت ونبتدي نظبطه في اداة تانية، تمام، لتظبيط الكلمات بطريقة موافقة لمحركات البحث والقواعد الـ SEO. فالنهاردة هنتعلم نعمل دوت بكل بساطة. فعندنا أول حاجة هنستخدمها، وهي الموقع المتميز، موقع كانفا. موقع كانفا ليه استخدامات كتير، ولسه هنعمل له فيديو عن كيفية استخدامه في التصميم، ولكن النهاردة هنستخدمه في أداة رائعة جدا جدا من ضمن الأدوات اللي بتقدمها موقع كانفا، وهي أداة الماجيك رايتر. ماجيك رايتر موجودة في كانفا، فانت بكل بساطة بتدخل على الرابط دوت. لو انت مش لقيه في الصفحة الرئيسية من هنا، بتدخل رابط موقع canva.com، بعد كده بتعمل الشرطة المايلة او الشرطة المايلة، بعد كده بتماجيك ماجيك رايت، تكتب ماجيك رايت، وبعد كده بتظهر لك الصفحة دي، بتدوس على تراي ماجيك رايت، كده بيظهر لك بالشكل اللي انت شايفه دوت، بيدخلك على الصفحة الجميلة ديت. هو ظهر لك باللغة العربية، فيعني هتلاقيه بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي عاوز اكتب مثلا مقال، وليكن مثلا هو الافضل ان انت تكتب المقال بالانجليش، فهنجرب دلوقتي، هنروح لترجمه جوجل. ترجمه جوجل، ونكتب مثلا، نحول مثلا الكلمات اللي احنا عاوزينها لانجليش. نكتب مثلا عاوزين اكتب، او هنكتب مثلا افضل، هنكتب افضل 10 مثلا ادوات للسيو 2023 مثلا. انا كده كتبت مثلا الكلام ده كله، مثلا توب 10 سيو تولز 2023، خلاص. فانا هاجي على الاداه الرائعه ديت، وهتلاقي في العلامه الزائد ديت من هنا، هتلاقي فيه بقى كذا حاجه. هتلاقي فيه يعني ممكن تختار عنوان او عنوان فرعي او النص الاساسي، جدول رسم بياني، في حاجات كتير جدا. فطبعا انا بستخدمه باللغه العربيه، فهنروح مثلا اهو عشان برضو نظبط الكلام شويه ويكون ظاهر افضل، هنروح لهنا كده، وهنيجي على الاعدادات كده، وهنخليه ان انجلش، خليه باللغه الانجليزيه، انجلش يونايتد ستيتس يو اس. اخترت خلاص اللغة وخلاص، تمام، فغير لي كده، فهعمل كده، هعمل ريفرش، هيظهر لي بالطريقة ديت، هيظهر لي باللغة الإنجليزية أفضل. فعندك أهو هتلاقيه بعلامة الزائد زي ما احنا اتفقنا، هتلاقي علامة الماجيك رايت في الأول، عندك بعد كده الهيدنج، بعد كده السب هيدنج، وبعد كده البادي تيبل والباي تشارت والبار تشارت واللاين تشارت، وعندك التايمر والديزاين. يعني احنا هنختار الماجيك رايت. أول ما تدوس على الماجيك رايت كده، فأهو تراي إت أوت. أنا دلوقتي أهو اول استخدام ليا، فبعمل ايه؟ بكتب بقى الكلام اللي انا واخده من ترانسليت جوجل، اهو باخده كوبي كده، وبروح على الاداه وبضيف بكل بساطه الكلام دوت، وبعد كده بدوس على انتر. بص بقى جاب لي ايه؟ جاب لك حاجه جميله قوي. بص جاب لك ايه؟ عندك اهو بيقول لك هير ار ذا توب 10 اس اي او تولز ذات يو مايت كونسايدر يوزنج ان 2023، اللي هو طبعا ايه، هريفس، وبعد كده سيم رش، موز برو، جوجل اناليتكس، جوجل سيرش كونسول، يوز اس اي او، سكريمينج فروج، اس اي او سبايدر. عندك يعني هو جايب لك من وجهه نظر كانفا الماجستيك، وعندك السيرب ستيت. انا فاي كمان يعني من اداه
الاس اي او الجين رانك، جين رانك اللي احنا هنستخدمها النهارده. طيب انا دلوقتي مثلا عاوز اكتب عن اول حاجه هنا، مثلا لو انا عملت علامه ظللت على رقم واحد ديت كده تمام بالطريقه ديت اللي هي ايه ريفس، بعد كده هتلاقي في علامه زائد ظهر الثاني، فهكتب كده وهكتب مثلا هنكتب مثلا اوكي ماجيك رايت كده وهندوس انتر، هيولد لي يعني قطعه صغيره عن الاداه، كل واحده هتقف عليها كده لو وقفت على ديت مثلا كمان هتلاقي، بص هتلاقي بتدوس على الزائد وتدوس على ماجيك رايت وبعد كده هيجيب لك كلمه سيم رش وبعد كده هتدوس على انتر، هيولد لك قطعه بتتكلم عن الاداه الجميله ديت. عندك كمان بعد كده تلاقي الموز برو عندك اهو، بعد كده هتدوس على الماجيك رايت وعندك الماجيك رايت هتدوس اهو كده وهتدوس اوكي الموز برو اهو، هناخده كوبي كده وهندوس عليها كده والماجيك رايت بعد كده هندوس انتر. كده انت تقدر تعمل في كل واحده القطعه، تولد القطعه اللي انت حاببها في كل واحده والكلام ده كله. فمثلا لو افترضنا بقى يعني ان احنا عملنا كده مثلا بسرعه كده سريعا ادي زائد وعملنا الماجيك رايت وبعد كده عملنا كده وبعد كده جبنا الثانيه دي جوجل سيرش كونسول وبعد كده عملنا علامه الزائد ودوسنا وجبنا ماجيك رايت، ولدنا في كل يعني جمله احنا جبناها ولدنا قطعه زي ما احنا شايفين كده بالطريقه ديت اهو ماجيك رايت اهو كده، انا كده بولد في كل واحده قطعه بيتكلم عنها. وبعد كده هنيجي كده بعد كده نعمل كده بعد كده دوس مثلا على الماجيك رايت وهنعمل كده بكل بساطه، وعندك ديت كمان هنعمل كده وهنعمل ماجيك رايت وبعد كده هنعمل كده بكل بساطه وعندك الماجستيك كل دوت. طبعا هو مكتوب واحد واحد واحد، احنا هنكتب برضو الارقام وهنعدلها، هو بيكتب لك كده بيولد لك قطع عن الكلام ده. انت كده ما كتبتش حاجه، انت كل اللي كتبته كتبت العنوان بتاع الحاجه اللي انت عاوز تكتب عنها. طيب انا دلوقتي هو كتب لي كده، بص كتب لي في كل حاجه كتب لي جمله، يعني ده واحد هنكتب هنا مثلا وليكن اتنين مثلا كده يا يعني ماشي اوكي هنعدلها مفيش مشكله. عندك بص اهو كتب لك الجمل عن العشر يعني حاجات اهو توب 10 اس اي او تولز مثلا. انا في رايي جين رانك من ضمن الادوات المفروض تتكتب في التوب 10 في رايي، يعني لاني انا من الناس اللي بحب استخدم اداه جين رانك جدا. طيب انت عندك طبعا عندك موقع جين رانك، طبعا انت لو ما اشتركتش لسه في اداه جين رانك المتميزه جدا لكتابه المقال وضبط المقال لتصدر نتائج البحث، فانا هسيب لك برضو رابط في اسفل الفيديو علشان الاشتراك في اداه كانفا، وفي خصومات كتير وفي خطه مجانيه وفي خصومات كتير على الخطه المدفوعه الجميله جدا المتميزه. فطبعا انا عندي مثلا اهو عندي الاول، هنروح على الاول جوجل ترجمه ترجمه جوجل وهنيجي هنا ونترجم من الانجليزي للعربي، هنعمل كده اهو عاوزين نكتب مقال بالعربي. هو بص بقى كاتب لك ايه، كاتب لك ترجمه بقى الكلام ده كله يا صديقي، كاتب لك بكل بساطه اهو مقال جميل جدا اهو في مقالي، هتعمل كده اهو وهتعمل هجيب بقى ملف وورد بقى ونكتب بقى الكلام ده نحطه هنا كده ننسقه ونظبطه ونعمل كده كنترول اي ونعمل ضبط كده التظبيط كده للكلام باللغه العربيه مثلا كده ونظبط بقى الدنيا ونكتب اهو الفونت مثلا خليه بحجم معين والكلام ده كله ايه ريفس اهو كل دوت نظبطه خالص وكده اهو بالطريقه ديت نعمل كده ونعمل يعني نكبر الكلام نتقل الكلام دوت بتاع العناوين مثلا وليكن. طبعا طبعا انت كده كتبت مقال، انت تقدر تظبط بقى على المقال ده وتشوف المقال دوت يعني محتاج يتزود ايه ويتنقص ايه، انت جبت الكلام كتير جدا على الادوات ممكن تزود عليها وتنقص وتظبط حسب اداه الجين رانك زي ما هنشوف. انا كده عملت اهو ظبطت، انا بعمل كل حاجه قدامكم زي ما انتم شايفين كده تمام بالطريقه ديت. عندي اللي هو اليوست مثلا اهو الكوبي وبعد كده هنعمل كده يوست تمام كده وبعد كده انتقل دوت اهو، بعد كده ذا سكريمنج اهو نعمل كده بعد كده اهو نتقل دوت كده عشان نعرف العناوين وليكن دي عناوين فرعيه مثلا، فمثلا كده اهو طبعا بالطريقه ديت. نقعد الماجستيك طبعا اهو ناخد الماجستيك دي كده كوبي وكده ونحطها هنا اهو نتقل الماجستيك وبعد كده نيجي عند وهنعمل كده ناخده كوبي وهنروح على العنوان نحطه في العنوان. دي طريقه يعني مبتكره كده بسيطه ممكن تظبط معاك جدا اهو اوكي. عندك بقى اهو يعني المقال الجميل دوت بص اهو تمام، هناخده بقى كده يعني قبل ما نعمل اي حاجه. طب هنعمل اول حاجه هنقول افضل مثلا، هنعمل عنوان مثلا اهو افضل 10 ادوات سيو او تحسين محركات البحث 2023 ماشي. انا هكتب مثلا افضل ادوات كده، هنيجي بقى في اداه الجين رانك، هنيجي على اداه الجين رانك المتميزه. لازم الاول طبعا نخش على الكونتنت تولز زي ما اتعلمنا في فيديوهات هسيبها لك برده في الوصف،
خاص في استخدام الجين رانك. فانا هكتب الكلمه بتاعتي الافتتاحيه كده، هو يجيب لك مقترحات. انا هكتب مثلا ادوات، مثلا سيبك من افضل دي، نشيل افضل 10 دول وهنكتب ادوات الاي سي او. هو يجيب لك بص ادوات تحسين محركات البحث اهو، ادوات سيو لتحسين محركات البحث. هو جايب لك ادوات تحسين محركات البحث كذا كذا كذا. هنعمل مثلا اهو ندوس كده على كلمه ادوات تحسين محركات البحث، هنعمل كده عشان يبقى باللغه العربيه اهو، ونكتب كده نختار ديت، وبعد كده هنختار اللغه العربيه بلد مصر، وهنعمل بحث كده عن الكلمه. بص جاب لي ان هو مودريت، يعني الكلمه في المنافسه الكلمه نفسها 33% يعني نيد باك لينك تو رانك، محتاجين باك لينك عشان نتصدر نتائج البحث. ولكن هننزل ونشوف طبعا الكلمات. هو جايب لك كلمات اهو في التايتل تحطها في العنوان، اللي هو محركات تحسين، ادوات سيو، افضل سيو. طبعا احنا هنختار من اول 10 كلمات، هنختار من اول 10 كلمات. ممكن تختار مثلا وليكن كلمتين، تظهر لك كلمتين او اربع ثلاث كلمات اربع كلمات زي ما انت شايف. او بص ادوات تحسين محركات البحث، تحسين محركات البحث افضل ادوات تحسين محركات البحث. هنكتب مثلا اهي نختار دي مثلا، وليكن مثلا ديت جميله دي حلوه، افضل ادوات تحسين محركات البحث. يعني عندك بعد كده اهو جايب لك بقى يعني الكلمات دي ممكن تختار منها. طبعا عندك بعد كده الديسكريبشن، وصف بقى عشان تبقى وصف، تاخد لوصف المقال والكلام ده كله زي ما احنا شايفين. تمام كده. وطبعا زي ما احنا عارفين هنشوف الوصف، الكلمات اللي هنحطها في الوصف المقال من هنا. وبعد كده هنشوف بقى المقالات اللي متصدره نتائج البحث في الكلمه ديت اللي هي ادوات تحسين محركات البحث. مثلا عندك اهو، يعني عندك اهو في الاول في سكورز دوت، عندك يعني جايب لك يعني منحنى تصدر نتائج البحث مين اعلى يعني مقاله واخده رانك اللي هي 69 ديت. فعندنا اهو اللي واخده 69 سكور، ده السكور بتاع المقالات. عندك في 44 69 دي اعلى مقاله اللي هي من دعم جوجل، بتتكلم في سيرش كونسول او بتتكلم في محركات البحث. عندك بعد كده في 58 الاقل شويه اللي هي الموقع دوت، وكاتب لك افضل ادوات محركات البحث 2020. يعني بص متصدر نتائج البحث وهو بيتكلم من 2020، في 2018 احنا بنتكلم بقى عن السنه دي. فانت هيبقى ليك تواجد اكتر مع الاداه ديت لما تيجي تكتبها في 2023. فهتدخل مثلا، انا بتكلم عن المقاله دي مثلا، فلو يكن مثلا هندخل بعد ما بحثنا لازم نبحث الاول عن الكلمه، وبعد كده بنشوف الكونتنت اوبتمايزر دوت، الاداه الرهيبه الجميله للكونتنت اوبتمايزر. فانا مثلا هدوس على مثلا اتعلم تقنيه هنا مثلا، وهعمل نيو ارتكل، وبعد كده هنعمل كريت، هنكتب عنوان بقى المقال افضل 10 ادوات مثلا سي يو لتحسين محركات البحث مثلا، وهنروح في الكونتنت اوبتمايزر مثلا عاملها كده و2023 السنه دي. وبعد كده الكي وورد طبعا ادوات تحسين اهو، هيجيب لك بقى اللي انت بحثت عنها، هيجيب لك الاداه اللي انت بحثت او الكلمه اللي انت بحثت عنها، ادوات تحسين محركات او مثلا شيل دي جيب تحسين محركات اهو، ادوات تحسين محركات البحث اللي احنا بحثنا عنها اللي هي 33. في طريقه تحسين محركات البحث 28 اقل شويه في المنافسه، فمفيش مشكله نختار واحده منهم، نختار مثلا طريقه تحسين محرك ادوات. لا خلينا في ادوات اللي احنا كنا اخترناها ادوات كده، وهندوس على كرييت كده، احنا ضفنا المقال، هندوس كده، هيظهر لك بقى اداه الكونتنت اوبتمايزر الرهيبه والجميله اللي انا بحبها شخصيا، بحب استخدمها كتير جدا، وبالنسبه لي من افضل الادوات اللي موجوده في الجين رانك. هناخد بقى الكلام ده كله كده كوبي كده اهو، طبعا انت مش تاخد الكلام ده وتحطه على طول في المقال، لا احنا هنروح لاداه الجين رانك الجميله الرائعه، وهنضيف كده الكلام بالطريقه ديت طبعا، وهنبتدي نظبط بقى اداه الجين رانك. هو بيقول لك اهو سكور 33، لا لازم بقى نظبط ونبتدي نضيف ونظبط ونعمل والكلام ده كله. طبعا انت عندك هنا مثلا اهو بيقول لك مثلا كلمه البحث مثلا اهو 16، انت المفروض تخليها 13 مثلا، انت مزود تمام. فيعني اهو عندك اول حاجه النوت فاوند مثلا، كلمه افضل هتزود افضل هنا في الكلمات، تقعد تزود كلمات بحيث ان الكلمه تبقى متناسقه مع الموضوع. طبعا هتضيف كلمه موقعك، دي برضو من الحاجات القليله. هتشوف اول 10 كلمات من الكلمات النوت فاوند اللي مش موجوده يعني في المقال، المفروض تبقى موجوده عشان يبقى المقال افضل والسكور بتاعك بيعلى. عندك مع بعد كده اللو اللي هو الاقل، الكلمات القليله ومحتاجه تزيد، كلمه تحسين، كلمه ادوات، الادوات ادوات لوحدها، وخلي بالك الحاجه اللي بالهمزه او من غير همزه، وكلمه الادوات وجوجل ونتائج، كل ده لازم يعني تظبطه كده، تزوده في نطاق كلامك عن الاداه الادوات المحترمه ديت. فانت عندك مثلا وليكن عندك مثلا كمان الجود، دي كلمات موجوده بشكل جيد اللي هي كلمه محركات وسيو والكلام ده كله. الاوفر يوزد ديت مثلا كلمه البحث، انت مثلا عندك الكلمات اللي هي اللي يعني مكتوبه بزياده بشكل زياده، فكلمه البحث مثلا لو انت جيت هنا عند كلمه البحث اول كلمه ودوست على العلامه دي، بص
بص على العلامه دي هيجيب لك كل الكلمات اللي داخل المقال زي ده، كلمه البحث يعني، فادي كلمه البحث، ادي كلمه، شوف بقى الكلام، الكلمه اللي ممكن تشيلها، تحسين محركات البحث، ان مثلا ممكن نشيل هنا تحسين اهو نتائج البحث مثلا، تحسين النتائج مثلا، لازم تكون يعني الكلام يكون ليه سياق، ما تشيلش ولا تحط كده كده وخلاص. فانت شلت كلمه البحث اهي، تمام، هتبتدي كل شويه تظبط، هتلاقي السكور ده بيعلى، مثل البحث عن هنا محركات البحث، هنا نكتب مثلا تحسين النتائج، نشيل محركات البحث ونكتب النتائج كده اهو، وبعد كده اهو 32 ماشي، هو عاوز برضو محركات تبقى موجودة، تحسين المحركات، تحسين محركات جوجل مثلا، تحسين محركات جوجل كده اهو. عندك بعد كده تظبط بقى جوجل، كلمة جوجل دي ممكن تظبط مثلا اهو تحسين محركات جوجل، نكتبها مثلا جوجل دي كده اهو جوجل، تمام جدا. وبعد كده اهو عندك بعد كده بتشوف بقى الكلمات اللي انت تقدر تشيلها، مثل البحث عن واستعلامات البحث، وعندك كده وتبتدي تشيل. عندك بعد كده كلمة مثلا الاس اي او مثلا، دي برضو اوفر، ممكن تشوف الكلمات الاس اي او اللي ممكن تشيلها من المقال وتحط الكلام مكانها مثلا. عندك مثلا ده الاوفر فيو. عندك بعد كده ايه الحاجة التانية ديت اللي هي الكي وورد تاجز، دي بتبقى عبارة عن كلمتين، الكلمات برضو تشوف الكلمات اهو، الكلمات النوت فاوند مثلا، النوت فاوند محرك البحث، وعندك اللو النوت فاوند محركة البحث، محرك البحث، افضل ادوات، ادوات سيو، افضل ادوات سيو، كل ده لازم يعني بتزود منه في داخل المقال عشان المقال يتظبط السكور بتاعه. طبعا انا عشان ما اطولش الفيديو، انا هسيب لك برضو رابط الفيديو اللي بيشرح الاداه الكونتنت اوبتمايزر عشان تظبط المقال بتاعك بشكل افضل وتعلي السكور، وبعد كده تاخد بقى السكور لما يوصل من اول 55 سكور، 55 لغايه 74 بيبقى كده افضل، يعني اداه جين رانك بتفضل دوت، يعني بتقول لك ان اول ما توصل ل 55 سكور لغايه 74 تقريبا بيبقى افضل، دي بتبقى حاجه كويسه. دي حاجه. انت بعدك بقى تكتب بقى المقال بتاعك الجميل اللي انت شايفه دوت، بتاخد بقى الكلام ده كوبي كده، وهتروح على كده، بعد كده بتحطه في الملف الوورد، وبعد كده تنسق بقى، انا بحب انسق دايما دايما، تبتدي تنسق بقى المقال بتاعك في الوورد بالطريقه ديت، وبكده انت تكون ظبطت المقال بتاعك بطريقه جيده. طبعا انت هتقعد بقى تشتغل على الاداه الكونتنت اوبتمايزر، وكده نكون يعني ولدنا، احنا ما كتبناش اي حاجه، ولدنا المقال بتاعنا من اداه الماجيك رايت في موقع كانفا المحترم القوي، الموقع المميز. وبعد كده هناخد ترجمه جوجل ببساطه جدا، ونبتدي نترجم الكلمات، وبعد كده نروح نحطه في الجين رانك عشان بقى نظبط بقى الكلمات، يعني على الخطوه الاخيره والنهائيه، ونبتدي بقى نظبط الكلمات على الكلمه البحثيه اللي احنا اخترناها، ونبتدي نعلي السكور زي ما احنا اتفقنا. زي ما انا هسيب لك في فيديو الشرح، لازم تشوفوا الاداه الكونتنت اوبتمايزر واستخدامها جيد لتعليه المقال بتاعك. طبعا انت ممكن تبحث بقى عن محتواك، طبخ مثلا، هتبحث عن اللي انت حابه بالانجلش، وبعد كده هتبتدي تترجم في جوجل الكلام، وهتبتدي تبحث وتزود، وبعد كده هتروح بعد كده ايه تكتب زي ما احنا اتعلمنا في اداه الماجيك رايت المحترمه بالذكاء الاصطناعي، تقدر تعمل مقاله بكل سهوله. طيب عندنا كمان ممكن نولد النص باللغه العربيه، انا جربت باللغه الانجليزيه وترجمته، طب هنشوف، بس هو يعني الافضل باللغه الانجليزيه بيبقى جوده المحتوى افضل، ولكن هنشوف باللغه العربيه، وهنيجي برضو على الماجيك رايت وهندوس على اعلانات الزائد كده، ونختار الماجيك رايت، ونختار برضو نفس العنوان اللي هو افضل 10 ادوات للسيو 2023، وهندخل نلصق العنوان هنا، وهندوس على انتر، وهنشوف هيكتب لنا بقى ازاي بنفس الطريقه هو ولد الكلام بس باللغه العربيه. هو طبعا جوده اللغه العربيه في كتابه المقال مش تبقى حلوه، يعني مثلا سي اس اس المفروض بتتكتب ان انجلش صحيح، جوجل اناليتكس ما فيش مشكله، سيم رش المفروض افضل باللغه الانجليزيه، اداه موز، لينكد ان للتسويق، فانت الافضل ان انت تكتب باللغه الانجليزيه وتترجم المحتوى اللي هيطلع باللغه الانجليزيه للعربيه. هو يعني بص، تذكر ان استخدام هذه الادوات يمكن ان تساعدك في تحسين موقعك وبتاع. انت طبعا لو يعني جينا هنا مثلا جوجل اناليتكس، ممكن تولد هنا، ندوس زائد ونكتب ماجيك رايت اهو، ندوس انتر، وهيولد لك جمله عن الجوجل اناليتكس، تمام، بالطريقه اللي انت شايفها ديت كده، وتاخد بقى الكلام، هو خدمه تحليل واحصاءات لمواقع مش عارف ايه الكلام ده كله. طبعا احنا في الاخر هناخد الكلام اللي احنا مش كاتبينه دوت، تمام، وهنحطه في اداه جين رانك المحترمه، وهتظبط لك بقى الاس اي او، وتظبط بقى وتدخل الكلمات اللي ناقصه وتنقص الزايد والكلام ده كله، لغايه اما تفضل توصل لافضل شكل المحتوى، يعني يقراه او تقراه محركات البحث لتصدر نتائج البحث وجوجل. وده كان شرحنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ودوس لايك لو عجبك الفيديو، هسيب لك فيديوهات في علامه الاي فوق وفي وصف الفيديو علشان تشوف اداه الكونتنت اوبتمايزر وتتعلم
تتعلم منها وتستفاد. وشكرا ليكم، مع السلامة.